الله يحفظك. طب سؤال تاني يا شيخنا. اتفضل. سمعت حضرتك برضه فتوى قبل كده ان هو الصراخ خلفهم مع الكراهه. نعم. الصراخ خلفهم تجوز لها كراهه، فهل يعني الحادثه وأمو بي يعني أتم أتم صلاتي خلفهم أم يعني أخرج من الصف أم؟ لا لا عفوا أعد. هل أتم صلاتي خلفهم من أموني؟ خلف من؟ هؤلاء المتحدثين الصوفية والأشاعرية. لا بلدي يعني. لا يا عفوا، الناس يصلون خلف الأشاعرة، نصلي خلفهم إلى إذا لم يوجد غيرهم نصلي خلفهم. والصوفي إذا لم يصل بتصوفه إلى الشرك بالله صلينا خلفه أيضا، يعني إذا كانت مجرد بدعة خفيفة يصلى بعده، لكن إذا كانت البدعة وصلت إلى الشرك لا. لا هو للأسف هو متعمد جدا في الصوفية يعني للأسف ربنا يعني جميل. يعتقد أن السيد البدوي يكشف الضر ويجيب المضطر؟ والله هو يعتقد في جميع يعني يعتقد المدد لكل ما هو على وجه الارض. اصبر علينا اصبر علينا، كان يعتقد ان بشرا ما من الاموات يكشف الضر ويجيب المضطر لا تصلي خلف هذا كافر.